مساء الخير. انا اسلام كوفاوندر ذا بودكاست برودكشن. النهارده جاي اعرض عليكم فرصه ان يكون ليكم دور اساسي ومباشر في التحكم في سوق صناعه المحتوى في مصر والشرق الاوسط من خلال الاستثمار في 20% من شركتنا مقابل 5 مليون جنيه. القصه ابتدت ان انا مهندس اشتغلت في البترول اكتر من 10 سنين. كنت بسافر فترات طويله، كنت بقضي اوقات كتير قوي لوحدي، ببقى محتاج ان انا اشغل وقتي بحاجه مفيده ومسليه، فاتعرفت على عالم البودكاست. البودكاست هو محتوى صوتي اون ديماند، بيخلينا نختار ونسمع على مزاجنا محتوى مفيد ومسلي بسهوله وفي اي وقت. البودكاستنج عمره في العالم اقل من 20 سنه، ولكن في الفتره الاخيره تطور وسبق بدرجه كبيره جدا، واصبح من اهم الميديومز او الوسائط الاعلاميه والاعلانيه. لكن بالرغم ان البودكاستنج ماركت سبق بره، احنا عندنا في مصر والشرق الاوسط لسه في فرص كتير مش مستغله. ممكن نلخص الجاب في 3 نقط. اولا، مفيش شبكه او نتورك بتنتج محتوى صوتي عربي بجوده عالميه بانواع كافيه تحتوي المستمع بالطريقه اللي موجوده بره، مع ان احنا عندنا قصص كتير ومواهب اكتر. تاني حاجه، انه سوق البودكاست العالمي نضج بدرجه كبيره جدا، خلت الشركات والمعلنين بيعتمدوا عليه بصوره اساسيه للادز او الاعلانات. ده لان الكونفرجن ريتس من الادز على البودكاستنج تقريبا 10x او 10 اضعاف الكونفرجن ريتس من الوسائل التانية او الميديومز التانية زي سوشيال ميديا او تي في ادز مثلا. واخيرا، مفيش شبكه او نتورك بتقدم خدمات انتاج بودكاست كامله 360 درجه، من اول تطوير المحتوى مرورا بكل خطوات الانتاج زي البراندنج، الديزاين او سيت ديزاين، طبعا برودكشن واديتنج، وصولا لخدمات النشر والتوزيع وكمان المونتايزيشن. انا بصراحه سالت نفسي ليه مفيش محتوى صوتي مصري بجوده عالميه. سبت الشغل، تفرغت، ابتديت الاول لوحدي اتعلم الاندستري ماشيه ازاي، افهم ايه اللي بيحصل بره وازاي نقدر نواكب. ابتديت ببودكاست شو واحد بس، بعد كده جمعت فريق عمل صراحه متميز جدا وعندهم شغف بنفس الهدف اللي عندي. خدنا وقت في ان احنا نظبط الاوبريشن عندنا والبرودكشن سايكل لحد ما وصلنا لكواليتي احنا فخورين بيها ونقدر نسوق او نبيع الخدمات بتاعتنا. وبالفعل ابتدينا في شهر 6. في الست شهور اللي فاتوا حققنا 7 مليون استماع، أكتر من 600 ألف ساعة مشاهدة، أنتجنا 15 برنامج بودكاست في أنواع مختلفة منها الكوميدي، الجريمة، الصحة النفسية والأخبار، كلها بتتصدر منصات الاستماع الصوتي أسبوعياً كل شهر. إحنا كمان تم اختيارنا من ضمن أفضل 10 شبكات إنتاج محتوى في الشرق الأوسط من قبل أبل بودكاست اللي هي أكبر منصة استماع صوتي عالمية. الحقيقة الأوبورتيونيتي كبيرة جدا. النهاردة الماركت بتاع البودكاست جلوبالي بيقدر ب 27 مليار دولار. شركات كتيرة جدا عالمية بقت بتستثمر بشكل كبير في البودكاستنج. شركة زي سبوتيفاي مثلا دفعت 100 مليون دولار عقد اكسكلوسيف برودكشن مع ذا جو روجن بودكاست. شركة أوروبية زي إيكاست والجيرني بتاعتها شبه الجيرني بتاعتنا شوية كتير، تخطت مبيعاتها المليار دولار. طيب، عندنا في المنطقة الاهتمام بالبودكاست زاد جدا في الفترة الأخيرة. عندنا بلد مثلا زي السعودية عدت 5 مليون أكتف يوزر، وأكتف يوزر هنا بمعنى إن هم بيسمعوا ما بين 5 و7 ساعات بودكاست في الأسبوع. وبكده السعودية عدت بلاد كانت دايما في المقدمة زي يونايتد كينجدم مثلا. في الحقيقه يعني في الاخر انا عايز افكرنا بحاجه، انه اول فيلم في مصر كان انتج في 1907، كان دوكيومنتري. من ساعتها مصر تصدرت سوق صناعه الافلام والمحتوى والسوق الاعلامي كله. البودكاستنج هو وسيله اعلاميه جديده. احنا هدفنا في ذا بودكاست برودكشنز ان احنا نرجع مصر تتصدر كل وسائل الاعلام تاني من خلال البودكاستنج والاوديو ان ديماند، وبمساعدتكم نقدر نوصل اسرع. شكرا. هاي، ازيك؟ لا، انا بالنسبه لي ميوزك تو ماي ايرز صراحه، بودكاست تو ماي ايرز. شكرا. اولا فعلا فعلا برافو ان انت اخترت التايمينج ده، لانه ده التايمينج اللي
صناعة البودكاست في مصر بالتحديد كده هتقلع فعلا، هيبقى فيه وهيبقى عندك منافسة شرسة شرسة شرسة. ومهم جدا ان انت يبقى دايما عندك الادفانتج بتاع الاول ده. انا شفت على فكره، انا سمعت كذا حاجه الاسبوع اللي فات من اللي انت ما كنتش عارف، ما انا ما اعرفش، انا جايه جاست بس لقيت انه ابل ستور كان حاطط التوب 10 افلام ولا بيزنس. سمعت حلقه من افلام ولا بيزنس، وسمعت حاجه من اللي فيها صديقي ايمن وطار كوميديا وحبه جدا التون وحبة الفرايتي، مع اني حاسه انه there's a little bit too much variety، بس دي بعد شويه يعني بتتصلح. عايز اسالك شويه اسئله قبل ما لا انا هسالك اولا انت عاجبني يعني. شكرا جدا. دخلتك كده مظبوطه كده وشكلك صادق في اللي انت بتقوله. الحمد لله. ايه بقى نمبر 1 ان ترو كرايم ده اهم حاجه؟ ده شو احنا ابتديناه انتاج فروم سكراتش. احنا okay. الفريق العمل عندنا طلعنا الفكره من الاول انه ترو كرايم يعني جريمه باللهجه المصريه، وفعلا اشتغلنا من الاول خالص على الفكره، كبرناها، عملنا ماركت ريسيرش، شفنا الناس محتاجه ايه، قعدنا ندرس الحاجات اللي كانت في الماركت جوه وبره، يعني حتى بره برامج عالميه وفي مصر حتى مثلا خلف الاسوار لو حضرتك تفتكروا. وبالفعل الشو ده يعني احنا دلوقتي في سيزون 3، سيزون 2 كان لسه بادي، سيزون 2 كان بالكامل طول الاسابيع اللي احنا بننزل فيها الحلقه، احنا بننزل حلقه اسبوعيه، وفي بعض البرامج بننزل اكتر من حلقه في الاسبوع. كان هو نمبر 1 على ترو كرايم على كل المنصات، ابل بودكاست، سبوتيفاي، وانين. طب انت عايز الخمسة مليون جنيه عشان تعمل بيهم ايه بقى؟ كويس. انا محتاج ان انا اعين ناس اكتر عشان احنا تالنت دنس قوي التيم، عشان اقدر اظبط اسرع البرودكشن سايكل بتاعتي. بدل ما انا بنتج من 5 ل 10 حلقات في الاسبوع، انا عايز اوصل لان انا انتج من 50 ل 70 حلقه في الاسبوع. فتقريبا 70% من الاسك ويل بي سبنت اون ريكروتمنت، والباقي هيبقى كابكس عشان خاطر يزود الجروس مارجن عندنا، والحبه اللي فاضله هي ماركتنج. احنا تقريبا ما صرفناش ماركتنج سبنت خالص. معظم الحاجات اللي جاتنا سواء من كلاينتس كانت وورد اوف ماوث او شايفين الحاجات اللي احنا بنعملها فبيجوا لنا. في حاجه ثانيه كمان مهمه، انه ليه انا بقول انه ان انا اقدر ازود الجروس مارجن. في ميزه الحقيقه في انتاج البودكاست بالذات او الكونتنت اللي هو اوديو فيرست بيسموه، انه انا نفس الكوست اوف جود سولت اللي بصرفها هي ممكن تطلع لي اكتر من ريفينيو ستريم. بمعنى انا سجلت حلقه كلفتني انتاج هذه الحلقه، هي نفس الحلقه دي انا اقدر اجيب عليها معلنين فاخد فلوس من الاعلانات، هي بالظبط باخدها اعمل بيها كمان دلوقتي اوفلاين ايفنتس. احنا عملنا حاجه فخورين ان احنا اول ناس نعملها في مصر، ان احنا عملنا حلقه استماع او لايف ابيسودز، فالجمهور بيسمع الهوست اللي هو مرتبط بيهم جدا يعني بالبرنامج اللي هو بيسمعه، بيقدر كمان في نفس الوقت يروح يحضر ايفنت موجود الهوست اللي هما متعود عليهم دول موجودين وبيتفرجوا على الحلقه مع بعض. Did you stream it؟ خدنا طبعا كونتنت للسوشيال ميديا يس، بس اكشلي في احنا وي سولد اوت تو ثيترز لبرنامج من البرامج بتاعتنا، نقلنا السيت كلها وكانت فيري فيري انتراكتيف اكسبيرينس، يعني الفيدباك كان رائع. صورناها بحيث انه في الاخر ده برودكت زي الكوميدي سبيشلز مثلا اللي بنشوفها على الفي او دي بلاتفورم. احنا صورنا مع الجمهور بيفور وافتر، وطبعا بيهايند ذا سينز مع التالنت او الهوست، كان فيدباك صراحه رائع، وفي الاخر بقى عندنا برودكت جاهز ان احنا نبيعه لمنصه في او دي مثلا. انت بتقولي عملتوا 7 مليون استماع، مظبوط. How did you monetize this؟ احنا المونيتايزنج عندنا او ريفينيو ستريمز كالاتي. اول حاجه الاعلانات، شركه بتجي لنا دايركتلي تقول لنا انا عايز احط اعلان على هذا المحتوى. برضو مهم قوي نفتكر انه هم ليه برضو مهتمين، غير انه البودكاست ليسنر very active listener مش passive، طبعا passionate، بس كمان it is very targeted. يعني حضرتك او حضرتك لو عندك شركه او براند، احسن طريقه توصل بيها للاودينس المظبوط هو البودكاست. ليه؟ لان هو ما طلعلوش اعلان مثلا وهو بيتفرج على هو حاجه اللي فيديو هو اللي راح بالظبط. يعني هو عدى بكذا بيتي ميكانيزم، هو دخل على مثلا ابل بودكاست، اختار ان هو عايز يسمع كوميدي، دخل على شو معين شاف السامري، فهو انت واصل بالظبط للحد اللي انت عايزه. فاول حاجه طبعا اعلانات، تاني حاجه هي الوايت ليبل برودكشن او البراندد بودكاست. مثلا ليتس سي ايمن محتاج ان هو يعمل بودكاست لحاجه انت باشنت اباوت، ليتس سي الكوره مثلا، فانت بتيجي تقول لي والله يا اسلام انا عايز اعمل بودكاست عن التوبيك الفلاني. احنا عندنا كونتنت تيم بيبتدي يقعد يفكر معاك على في الفكره، ازاي نطور الفكره دي. عندنا براندنج تيم بيشتغل على اللوجو، البراندنج، الديزاين، البيرسونا، الطريقه او اللغه اللي هنكلم بيها الجمهور، اول ذا واي تو البرودكشن، وكمان ممكن نساعدك ازاي تمونيتايز. اي بس انت ما اديني فلوس، اديني فاليو. احنا عملنا سو فار في 6 شهور اللي فاتوا 1.4 مليون
pounds. The revenue or gross profit at the revenue gross profit 65%. وال كنت بتقول انه الاكتيف يوزرز في السعوديه 5.1 يعدوا 5 مليون في مصر. في مصر الارقام لسه عشان الاندستري بتكبر, ولكن هي دلوقتي استيميت اراوند 800,000. 800,000 يس. احنا نمبر 1 في الاندستري هي حاليا السعوديه, بيليها الامارات بحوالي 2.3 مليون اند ذن مصر بحوالي 800. حلمك ايه في خلال السنتين ثلاثه؟ حلو. ال 3 to 5 years الجايين الحقيقه حلمي, ومش حلمي لوحدي, حلمي انا والتيم اللي شغال معايا اللي انا اي ام جريتفول ليهم على كل حاجه وصلنا لها. الايثوس عندنا والكالتشر ان احنا عايزين نبقى اكبر منصه محتوى صوتي عربي في العالم. طب انا هقول لك حاجه ما عملتهاش قبل كده, يعني قبل ما اسال اسئله كتيره وكده بابا دايما باخد ودي. انا هعمل لك اوفر. اوكي ثانك يو. انا مهتمه جدا بموضوع البودكاست, اتس اب اند كومينج, اتس كوايت ترندي. كلنا حاليا ابتدينا نتسحب في السكه دي ونسمع ديفرنت بودكاست, وشايفه ان لسه في بوتنشال فظيع في مصر. ترو. فانا ادي لك ال 5 مليون جنيه على 30%. اسمع من الباقيين ونرجع تاني. ثانك يو. عمرها ما جابت من الاخر كده على طول. احنا وصلنا للاوفرز يعني ولا لسه عندي اسئله؟ انا كومبيت مع الاوفر بتاع دينا خالص. طب انا بس عندي سؤال واحد. طبعا. انا عاجبني البرزنتيشن بتاعتك وشكل اللوجوز والاسامي والكلام دوت, لكن دايما ده بيعتمد على الكواليتي بتاعه الراجل اللي بيعمل الانترفيو او اللي بيتكلم. يعني من الآخر هتعرف تجيب حد زي العالم اللي هي مزبوط. بتعرف تلعب بموضوع البودكاست ده؟ سؤال ممتاز. في الحقيقة احنا لو بصينا على الشوز بتاعتنا, احنا في تقريبا لأكتر من 13 أو 14 أسبوع اللي فاتوا احنا التوب 5, احنا عندنا 3 منهم. يعني احنا البودكاست بتاعتنا بقت بتكمبيت مع بعض. فأي منصة؟ أبل بودكاست وسبوتيفاي. براف. احنا كمنصة تم اختيارنا as top 10 content creator network على أبل بودكاست في 2023 في الريجن, مش في ايجيبت. في الريجن. في الريجن. ايه ده, برافو. yes. ما هو مكتوب, كان مكتوب نمبر 1. yes. انا كنت فاكره في مصر بس. لا 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 لا, نمبر 1. الحقيقه ان احنا بالتعاون مع منصات زي ابل او سبوتيفاي, احنا هم محتاجيننا لان احنا بندرايف النمبرز عندهم. احنا مثلا دلوقتي الشهر ده بنشغل فيتشر جديد وريفينيو ستريم جديد زي السبسكريبشن مثلا, انه بعض الشوز عندنا خلاص بقت فعلا ليها اودينس انف ان هو بقى رايب وجاهز انه انا بنزل له حلقتين في الاسبوع, وده اباف افريج بالنسبه لانتاج البودكاست حاليا. وهو كمان كل ده مش مكفيه, فهو عايز زياده, فده بيرفكت. انا هنزل لك اكسترا ادد كونتنت بسبسكريبشن. واتس يور بريك ايفن بوينت؟ احنا اوريدي بروفيتبل رايت ناو, بس احنا طبعا بننفست تاني جوه الشركه عشان عايزين نكبر بطريقه سريعه. بس ويز ذا اسك ذات ايم اسكينج يو توداي, احنا مش بس هنبريك ايفن في وقت قليل, احنا هنوصل لارقام رهيبه. يعني لانه الحقيقه البودكاست اندستري بتكبر بسرعه كبيره جدا. بس اتس كابينج, خلي بالك, يعني هي في العالم كله او في امريكا بالتحديد ذا بودكاست اندستري از ناو خلاص وصلوا للبيك بتاعهم وابتدوا يعني سبوتيفاي. عشان كده سبوتيفاي برضو حاطه فلوس كتير وابتدت, يعني اصلا بقرا كتير في المواضيع دي. يعني لو تسمحي لي اقول رايي في الموضوع ده, انا فاهم قصدك, بس احنا في الريجن لسه بدري قوي. لا طبعا, بس في الاخر احنا فاهمين اخرها, يعني كل مش احنا كفي الريجن يعني خلاص فهمنا انه هتطلع وات سام بوينت اتس جونا ساتوريت. لو تسمحي لي يعني طبعا اي بزنس في الدنيا مؤدب قوي, جميل انت اسلام. اي بزنس في الدنيا متوقع ان هو هيوصل لمرحله ساتوريشن لانه في كيرف يعني معروف. بس في حته الميديا بالذات انا بحب اشبهها بزمان قبل ما كان في VODs اصلا. احنا كنا كلنا متعودين على البروجرامنج الطبيعي, انا هفتح التلفزيون وهستنى اللي هو هيجيبه. عاجبني قوي ان انت اويل اند جاز, فانا عندي سويت سبوت ليك, وبعدين في نفس الوقت داخل في الميديا جامد. لا وفاهم بتقول ايه, عندك كنت فيلد انجينير. انا اشتغلت الاول طبعا, ابتديت فيلد انجينير وبعد كده فضلت اطلع لحد ما بقيت اوبريشنز مانجر. شغل جامد. شكرا جدا. هل شايف ابيتايت من السبونسرز؟ شايف ابيتايت ابتدت تزيد جدا الفتره الاخيره. اتصلوا يعني في ناس في كوربريشنز اتصلت. طبعا احنا كمان عندنا غير الحاجات اللايف دلوقتي حاجات طالعه في البايب لاين ذات ويل بي amazing. يعني it will really shake the industry, لانه الجونرز الموجوده في جونرز تانية كتير جدا مش مستغله. يعني to give an example, واحب كل الناس اللي بتتفرج وتسمع برضو تبقى excited لحاجه زي كده. السبورتنج اندستري بره مثلا دلوقتي البريمير ليج
معظم الأندية عندها الألترس بتاعها والبودكاست وبيسمعوا كل الأخبار من عليه، وده شيء لسه مش بنتريتد كويس خالص في الريجن، وإحنا أوريدي خدنا خطوات إن إحنا نحقق ده. ممكن معلش أنا أسئلتي كتيرة شوية بس قانونيا هل البودكاست محمي في حقوق الملكية الفكرية؟ إحنا we own the IP، يعني إحنا الشوز بتاعتنا الـ IP ده بيفضل يجنيت ريفينيو أونلاين فوريفر. طبعا You own it how؟ مسجله فين؟ هو في IP على يعني على يوتيوب أو على أي حاجة من دولة yes. بتديله الحق yes. إن هو طالما هو طلعها yes. في معاد معين بيبقى هو الأونر بتاعه. في الحقيقة إحنا ماضيين legal documents that has already been verified and validated مع مثلا حد منصة زي أبل بودكاست فدي tax forms حتى في أمريكا نفس الكلام مع يوتيوب، ولذلك إحنا بنقدر نجنريت ريفينيو passively بمجرد إن أنا زي ما كنا بقول من شوية أنا دفعت فلوس الإنتاج خلاص الحلقة دي أنا هطلع منها ريفينيو بثلاث أربع طرق. الكونتنت بتاعك ده هو مين اللي بيخلقه بقى عندكم؟ حلو قوي. احنا في برامج بننتجها from scratch، يعني بنقعد الفكره طلعت من جوه التيم. في برامج احنا ممكن نلاقي انها احنا ممكن اكواير الشو ده، وده حصل فعلا في بعض البرامج عندنا. وي دونت هاف تو ستارت ات فروم سكراتش. انا الاقي شو فيه بوتنشال، انا الفاليو بتاعتي واضحه بالنسبه للهوست، واضح جدا هو كل اللي عليه يعمله انه بس يركز في الكونتنت. انا اوريدي عملنا ده مع هوست ان احنا وي اكوايرد الكونتنت وي اون ذا اي بي، بنساعد بنصرف على الانتاج الاوديو فيديو الايديتنج الكونتنت ديفلوبمنت كل الكلام ده، وكمان ساعدنا الهوست ان هو يمونيتايز، لانه طبعا انتوا عارفين في مصر دلوقتي في كونتنت سيربلس اوف كونتنت كل يوم، مش كله ممكن يكون احسن حاجه بس لا. في انا شايف ان اصعب حاجه مش موجوده هي الكونتنت. انا شايف انه في كونتنت كتير بس ان كونتنت يبقى بروديوس بطريقه كواليتي عاليه طبعا مش موجوده قوي عندنا، وده اللي هو ده اللي انا اجري عليه جدا. أيوة. يعني انا شايف انت ما عندكش حلم انك تعمل اكتر من البودكاست بكونتنت قوي. عندي يعني طبعا انك تعمل تمثيليات تبقى يعني اكزاكتلي حضرتك قلت بالظبط اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. انه احنا شغالين على اوديو سيريز. انا في الاول لو تفتكر في اول البرزنتيشن قلت مفيش كونتنت بيحتوي المستمع زي ما موجود بره، لان انا بسمع بودكاست من زمان قوي فعلا. بره انت بتحس ان انت عايش جوه البرنامج او القصه او المسلسل اللي بتسمعه. انا كنت بسمع مسلسل رعب انا فعلا كنت خايف. احنا ابتدينا انا مش محتاج تاني، انا داخل مع دينا. طيب شكرا جدا. بس انا احتمال ادخل لوحدي. طب يلا خش. طب احنا عندنا اوفر استنوا بقى ادوا العيش لخباز وبقى بالظبط. انا عندي ليك اوفر الصراحه. انا اسفه يا دينا بحبك قوي بس يعني ام جونا هدخل يعني انا وايمن عندنا ليك اوفر انه ال 5 مليون يبقوا فور 25%. اوكي بقول لك ايه، طالما خناقه بقى انت سخنت ها محمد فاروق وانا هنخش ب 20% اللي انت طالبه. انا عندي سؤال الاول، مين شركائك؟ احنا اربعه ولا ليهم اثنين والكوفاوندرز موجودين معايا بره. احنا تيم بتجيبهم عايز اشوفهم اشوف عليهم اوف كورس. اقول لهم اقول لهم انت جالك ثلاثة اوفرز، جالك الاوفر اللي انت طلبته من احمد وحماده ب 5 مليون ب 20%، جالك هند وايمن 25% 5 مليون، وجيت لك انا قلت لك 5 مليون 30%. اوكي مش عايزه اضايقك يا دينا اصل انا بحبك بس مش عايزه اتخانق معاك بس وتعدي هند وايمن هيخشوا معانا في ال 20% بتوعنا، احنا الاربعه هنخش. اوكي يا هند انا ما عنديش مانع بس يا دينا مش كده بقى أنا يعني لا كده بقى ندخل يعني ب 40%. لا تسمحوا لي يعني اقترح حاجه يعني واضح ان لا لا خلينا احساسك ايه وانت واحنا بنتخانق عليه بس كده لا مش هسيب دينا تتفرج. شايفين الاخلاق شايفين الاخلاق هي اللي بتقول عايز اخش لوحده. انا عايز اسمع اقتراحك. حاضر انا اي ثينك في حل سهل يرضي جميع الاطراف. لو ممكن تخشوا انتوا الخمسه على الاسك زي ما هي وانا هبقى سعيد. لا على الاسك زي ما هي يبقى كل واحد عنده 2%. ايه لا لا خلي بالك انا برضو في اكويتي في هنا اكويتي هنا. هلو يا بنات عاملين ايه؟ الحمد لله كل زوال. انت خريج او مش خريجة يعني الباك جراوند ايه؟ برودكت ديزاين. اوكي انا كونتنت من قبل كده. that's my main work. Your friends? Yes. طب نرجع للخناق. نرجع للخناق. لا شارك. شارك اتاك. وانتوا جيتوا تاكلوا حتة السمكة اللي انا بحاول اتعامل معاها. لا بس انا ده شغلي.
انا كوفاوندر طياره قبل كده. انا على فكره انتربرينور. اولا هي في اولا هند عندها كونفليكت اوف انترست. ليه احنا ما بنعملش بودكاست في الطياره؟ بقول لك ايه عشان بس قبل ما تسمع دينا، احنا الاربعه من غير دينا عشان هي مش هتخش معانا، هناخد 51%. كام؟ هناخد 51%. ليه ما تدخلش معانا دينا؟ طيب مش عايزه تخش. لا هناخد 50%. تخطي بقى كام على ال 20%؟ اصل بس خلي بالك، خمسة هندي لك 12.5 على ال 50%. مش فكر نفس الحاجه بالظبط انت طالبه. انا بقول لك ده مش فكر عشان ده بيشتري النهارده فالويشن. انت لو قعدت معايا هنعمل بودكاست مع بعض. بقول لك ايه عشان بس اقول وبعد كده كمان هنعمل لك سيريز ايه وهنبقى دايلوتد. اوكي يا جماعه هنبقى دايلوتد بعد كده كمان. وهنزل بس انت عاده بتحب في سيريز ايه مودريت ال يعني المره دي المره دي الشارتس بيعضوا في بعض جامد. فانا لا هي اللي عضت واقف على جنب وراني اشوف ايه. لا بقول لك هي قالت عايزه اخش لوحدي اول مره تعملها. ايوه بس عشان هي شي بليف زند. انا على فكره انا محتاجه عشان كذا حاجه. عشان واحد اي بليف في الاندستري، اثنين اي بليف اي كان اد ا لوت اوف فاليو، ثلاثه انا شخصيا شغال على بودكاست فدير بي ا لوت اوف فاليد اليو من ناحيتي ومن ناحيه كليه. طب مش هندو ودينا اصحاب ما ينفعش نتكلم مع بعض كده؟ احنا اصحاب مع هند. انا ما عنديش بص ونسيب الباقي. طب هند ودينا اصحاب دلوقتي عملنا انا اوفر خلاص. انا والله يا ايمن انت يبقى عندك مشكله ان انا اخد هند معايا في الموضوع؟ بصوا هقول لكم على حاجه، هقول لكم على حاجه. انا شايفه صراحه ان انتوا هتستفيدوا من الاكويتي. انا مش بقطع على دينا، لكن كمان انتوا هتستفيدوا من structured financial part. يعني ده مهم. فانتوا في الاخر ده قراركم وانتوا لازم تفهموا، يعني لازم تعرفوا كل الابعاد. حاجه تانية انا صراحه لان انا I invested قبل كده في الـ في الـ في الـ في الميديا كونتنت. صناعه المحتوى تريكي جدا كبزنس. صح جدا صح. وفي الاخر انت بتinvestي في ناس، you invest in talent. صح صح. فالستراكشر مينز nothing. يعني بودكاست ممكن بكره يبقى هند كاست دينا كاست يعني اسلام كاست. ففي الاخر انت اي نيد تو نو ذا بيبل، وده ده اللي خلاني اكمل مع طياره وده اللي يعني. فهي برضو حته تريكي. انا مش عايزه برضو ايه اديكوا اللي هو لا ونقطع على بعض. انتوا شوفوا من الاوفرز دي اكتر اوفر مريحاكم. وطبعا ميك سنس يعني اوبفيوس ايه الاوفر اكتر واحد مريحك. انا عايزك قبل ما تقرر تبقى عارف احنا عايزين ايه، عشان لو ده مش مناسب ليك برضك يعني ده مهم جدا. يعني انا بالنسبه لي انا فيري انترستد مش بس في البودكاست، انا انترستد في ان انا اعمل زي كلاسز زي الماستر كلاسز في التعليم وفي الرياضه والكلام دوت، وانترستد ان انا بعد كده اعمل تمثيليات او انتاج او يعني كله معتمد على تمثيليات. قصدك مرئيه ولا تمثيليات مرئية صوتيه؟ مرئيه. لا مرئيه ده حاجه وده حاجه تانية خالص. هي استثمر فيا. طب انا هاجي لك دلوقتي واعمل لك بيتش شركتي اصعب حاجه الكونتنت. انا اهم حاجه بدور عليه ان انا اخلق كونتنت قوي في مصر. صح. انا مش شايف ان في كونتنت قوي، وده اللي احنا فعلا بنحاول نعمله. فمهم جدا ان احنا نخلق الموضوع ده. شايف الكلام؟ طيب السامري اي بليف عندنا دينا 30% اوكي فور ذا 5 مليون. عندنا احمد اقترح ان احنا الاربعه يعلي المبلغ اللي انت طالبه يبقى 12.5. صح قلت 12.5 مليون. مش عارف ليه النص ده، بس يعني عشان هو طالب على 20% 5. هو حاسبها بالظبط، هو راجل فير قوي يعني. ماشي 12.5 على 50% وكان في اوفر انا وهند على 25% بالخمسة مليون جنيه. ده الأوفرز ودلوقتي أوفر دينا بقى 6 مليون 20%. لا ده خلاص بقى يا خلاص يعني هي يعني دينا 6 مليون على 20% 6 مليون على 20% بقول لك ايه 15 مليون على 50% انا وهند برضو أوفر تاني على جنب 20% بخمسة مليون. مش خدته مش 25% يعني عندك ستة يعني وعندك احنا الاربعة ب 50 كم 15 15 مليون على اربعة مش خمسة. صح مش عارف هي عايز مش عايزة. طب ناخد دقيقة بس كده. لازم لازم تاخده دقايق. ماشي يا دينا. ايه يا دينا ده جايالي في ملعبي وبتقطعي؟ انت مش شايفة اللي داخل بيرمي throwing money at the problem؟
ده انا قلبي بيدق. انا عايزك تسلمي كده وقولنا عليكم. يعني طبعا شكرا جدا على كل الاوفرز اللي جت. احنا يعني دي حاجه تشرفنا جدا ان يبقى فيه اهتمام بالشكل ده. احنا نفسنا بصراحه ان انتوا كلكم تخشوا. يعني لو في اليه ما تقدر يعني هقول لك حاجه. قول قول قول. ها قول يعني خليني اقول حاجه لينا كلنا. 25% 5 مليون كل واحد ياخد 5%. طب انت بس كان قراركم ايه قبل ما نرجع فيلم؟ قبل ما نشوف اوفر ثانيه نشوف هم قرروا ايه. مش ماشيه مش ماشيه النهارده كلنا نخش. انتوا قرروا انتوا يعني مش عايزين تخشوا مع بعض؟ ما لا هي مش ماشيه. انا موافق على العرض. هي على دينا. انا موافق على العرض. دينا ما تمشيها وتخشوا مع بعض ونبقى مع بعض. شارك كلنا. انت اني اوفر كان عاجبك؟ احنا بصراحه يعني اكويتي وايز ما كناش عايزين ندي كل ال جميل. يبقى انت بقى عندك تو اوفرز, واحد ب 20 5, واحد ب 20.6%, وعندك واحد تاني احنا الخمسه ب ب ب ب 25% عشان كل واحد ياخد 5. عشان 3.5 بقى يديني النص, رجع لي ربع جنيه يعني. فأنت يلا ديل. انا موافق على 25. لا لا لا. بس خلاص بقى خلاص. انا عرض عليك 6 مليون. الراجل كان عنده 6 مليون على 20. أيوة, هو موافق على 25. هو ذكي, هم الاذكياء, هم عايزين الفيدباك بتاع الشاركس او السبورت بتاع كلنا. لا والله that's very generous of them. It's smart. حقيقة احنا بجد شديد. I'm not sure. ليه؟ Not sure. لا I'm not sure it's smart. لا انا خايفة عليك. انا عشان اصوات كتير. 6 مليون 6 مليون خالص مش مشكلة. 6 مليون 20% 6 مليون في صوت واحد versus 5 partners وتاخد 25% ب 5 مليون. ده added value يا هانم. انا بصراحة يا دينا يعني فعلا اهم من المونيتاري فاليو هي استراتيجيك بارتنرشيب. يعني انا فعلا محتاج حد يكون فعلا بيشتغل معايا على نفس ال, بس بجد حقيقي مش محتاجين فعلا حد طبعاً يكون مؤمن بس هند عندها برضو بوينت دار ان انت النهارده حقيقه الامر الفوكس ممكن هيبقى صعب ان كذا حد هتجمعنا مع بعض نفوكس معاك يعني جست والاراء مختلفة, الاذواق مختلفه, الاراء مختلفه يعني I'm not sure. بس يعني احنا مش حاسه ان دي احسن حاجه ليكم. انا هريحك الموضوع. مفيش اوفرز. محمد وانا هنوكل هند تعمل كل حاجه. لا محمد مش هيوكل. محمد عنده رؤيه وهعايز ينفذها, ومحمد هيبقى ديكتاتور اكتر ديكتاتور. يعني انا اكتر واحده اخاف من مشاكل زي دي محمد. It's up to you. طيب يعني طب خلاص هقول لك حاجه معلش. لا طب ممكن اقول لك انا وهند هنرجع للاوفر بتاعنا عشان 20% عادي ولا انا حاسه اللي بيحصل ده عادي ولا لا مش عادي خالص. انا مش فاهم ايه ده. انا وهند 20% ب 5 مليون. طيب خلاص بما ان اللي بيحصل مش عادي يعني متفقين. لا مش عادي خلاص. احنا هنقول خلاص احنا اكشلي مرتاحين للاوفر بتاع دينا الون 6 مليون على 20%. مبروك مبروك عليك. عشان الشعاع. يلا مبروك. وانا هتدفعوا لي عشان اجي اعمل لكم كونتنت. مبروك 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 مبروك. It's better for you to have one partner strategic partner. انا معاك يعني انا ترجع المره بتسلمي عليه في الاخر اللي جايب لك الديل. ده هو جايب لك الديل والله. هو اللي جايب لا تهبلت دي برضه احنا وستات. لا مش مراد. لا 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 انا عارف وجهة نظرك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش, وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.